متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة الثقافة، والذي سنتحدث فيه عن جولفام خاتون أو ألفة خانو. سنقدم لكم الرواية الشائعة عنها، وسنتحدث أيضا عن قربها من السلطان سليمان، حيث أنه أوكلها بمهمة مراقبة الوضع المالي للسلطانة خورم، وأرسل لها مرضة عطرا كهدية لتظنه شرابا وتشربه، وينجر عن ذلك سكرها نوعا ما في حادثة طريفة. وعن كل هذه الأحداث أعزائي سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة، لكن قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك فضلا وليس أمرا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. كثيرة هي الحكايات والإشاعات حول شخصية جولفام خاتون، حيث تحدثنا عنها في فيديوهات سابقة وقلنا أنها كانت إحدى محظيات السلطان سليمان، حيث ينسب لها أنها أنجبت الأمير مراد ابن السلطان سليمان. توفي ابنها عندما كان يتعلم المشي لتفقد ألفة بذلك حظوتها عند سليمان، ولكنها بقيت مقربة منه بشكل خاص. يرجح أنها كانت رئيسة للخدم أو مسؤولة كبرى في الحريم، ولقد كانت على علاقة جيدة جدا بالسلطانة خورم. ارتبطت بوفاتها عدة إشاعات، حيث يروى بأن السلطان سليمان هو الذي أعدمها، وذلك لأنها باعت حقها في الخلوة لجارية أخرى. كما روي أن نورا ظل ساطعا من قبرها بعد وفاتها، إلا أن هذه الحكايات تبقى مجرد روايات تناقلها الناس عبر العصور. والثابت أن جولفام هي جارية يونانية ولدت بين سنتي 1490 و 1500 وتوفيت سنة 1562. أنجبت لسليمان القانوني عندما كان أميرا حمل اسم مراد، إلا أنه توفي بمرض الجدري، وبعد ذلك أصبحت جولفام أحد الخدم الرئيسيين في الحريم. تؤكد عدة رسائل بين السلطان خورم والسلطان سليمان أن جولفام كانت مقربة جدا من خورم، حيث أنه يام كانت تذكرها في رسائلها، وكانت تبلغ السلطان تحيات جولفام باستمرار. وعندما ذهب السلطان سليمان في إحدى الحملات، طلب من جولفام وفاته بكل الأخبار حول إدارة الحريم التي استلمتها أنذاك السلطانة خورم. يذكر أنه يام واجهت مشكلة في جدولة أموالها في الفترة المبكرة من حكمها، ولذلك أعربت جولفام في إحدى رسائلها إلى السلطان عن انزعاجها الشديد لعدم استقرار الوضع المالي للحريم. ذكرت جولفام للسلطان أنها حصلت على المعلومات من أحد الخصيان، وأن خورم لم يتبقى لديها سوى القليل من المال مما تركه سليمان قبل مغادرته للحملة. وتؤكد هذه الحادثة طبعا أن جولفام كانت مقربة بشكل استثنائي من السلطان سليمان. أيضا ذكرت حادثة أخرى في إحدى الرسائل، حيث كتبت جولفام لسليمان رسالة شكرته على العطر الذي أرسله إليها، إلا أنها أخبرته أنها ظنته شرابا لتشرب بعضه خطأ، ولقد جاء في رسالتها ما يلي: لقد شربت العطر على الفور، كان يجب أن ترى الحالة التي كنت فيها، كان هناك ضيوف وليس لدي أي فكرة عما قلته، لقد غفوت طوال اليوم الطويل حيث كنت مثل المهرج. وتؤكد هذه الرسالة طبعا على أن ألفة خانو كانت مقربة جدا من سليمان، ولقد جعلت هذه العلاقة القوية الكثيرين يعتقدون بأن جولفام ربما نشأت مع سليمان، وربما حتى لم تكن مفضلة وإنما كانت أختا في الرضاعة، إلا أن الأغلبية طبعا يقولون أنها أم الأمير مراد. أما بالنسبة لوفاتها، ففي الوقت الذي تؤكد فيه عدة روايات بأن السلطان سليمان هو من قتلها، تفترض روايات أخرى أنها ربما ماتت بالشيخوخة، إلا أن الرواية الأشهر تقول بأن جولفام أرادت أن تبني مسجدا، وكانت تجمع المال من أجل ذلك، إلى درجة أنها باعت مرضة حقها في الخلوة مع السلطان لجارية أخرى، وعندما علم سليمان بذلك قرر قتلها. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.